سأحاول أن أسترخي الآن. أجل، قد بدأنا. أحكمت واحدة وعلي إيجاد السفلية. من أجل تحقيق الحلم الأمريكي في عمل هذا أجني 190,000 دولار سنويا. إلى أي مدى ستعمل؟ هل ستستسلم؟ وإلى أي مدى قد تصل؟ هذا ليس ما كنت أتوقعه. وما مقدار المخاطرة التي قد تقوم بها؟ هل أنت بخير؟ ليس تماما. لتحصل على أحد أعلى الأجور في العالم. الآن لا أشعر أنني في مأمن. تحظى بالوظيفة أو تطرد. الفشل هنا يعني الموت. عليك النجاح في الاختبار. أتعتقد أن لديك ما يلزم؟ أمام المبتدئين فرصة واحدة لتغيير حياتهم، تبا حتى لو كان ذلك يعني مصرعهم. أنت تهبط بسرعة، تمهل.